بسم الله الرحمن الرحيم. قبل شهر محرم الإخوة اجتمعوا هنا وتكلمنا معهم بكلمة. الآن بعد انقضاء أيام من شهر محرم الحرام ورجوع كثير منهم من التبليغ يجتمعون مرة ثانية لنتكلم معهم كلمة. أيضا كثير منكم ذهبتم إلى حسينيات وأماكن لهذا التبليغ ورأيتم واختلفتم بكثير من الناس، ورأيتم الجماهير أفكارهم اتجاههم سلوكهم إيمانهم وما أشبه. الآن ما يقارب من 6 أشهر أو 7 أشهر عندكم فسحة، يعني شهر صفر، الربيعان، الجمادان، ورجب، وتقريبا شعبان. 7 أشهر أمامكم امتداد زمني حتى يأتي شهر رمضان إن شاء الله تعالى، وتذهبون أيضا إلى التبليغ. هذه الفرصة يجب علينا أن نستغلها لأجل أمور، هدف وأمور نفسية وأمور عملية. الأمور النفسية 3، والأمور العملية أيضا 3، والهدف. كيف يجب علينا أن نكون، ولماذا يجب أن نعمل؟ يعني ما هو هدفنا ونحن طلاب العلوم الدينية؟ إني أظن أن من الضروري على هؤلاء الإخوة إذا يريدون التقدم لأنفسهم ويريدون تقديم غيرهم يراعوا هذه الأمور 3 في أنفسهم. أولا العلم الكثير ومتنوع العلوم الأدبية، الفقهية، العقائدية، التفسيرية، علوم الأحاديث عن الروايات، علم الاقتصاد، علم السياسة، علم الاجتماع، علم النفس وغير ذلك. فمن الضروري أن الإنسان يربي نفسه على العلم الذي لا يعرف الكلل، لأن العلم لا يعطيك نفسه إلا إذا أعطيته كله. وأكو مثل عن لسان العلم أن العلم قال أعطني كلك أعطك بعضي، يعني أصرف لي كل أوقاتك
80 سنة 90 سنة 100 سنة أكثر أقل، حتى أعطيك بعضا مني. العلم بحر، وهذا البحر حتى إذا 100 سنة أخذت منه لم ينقص منه شيء. البحر ينقص منه شيء؟ فلا. وإذا أردتم أن تعرفوا مقدار علمكم بالنسبة إلى العلوم الموجودة، اذهبوا إلى إحدى المكتبات العامة في قم، ترون في المكتبة 80,000 كتاب. كم تعرفون من هذه الكتب أنتم؟ كتاب، كتابان، 5، 10، 20، 50. ثم هذه المكتبة الموجودة وفيها 80,000 كتاب، هذا مو شيء مهم. الآن أكو مكتبة في موسكو فيها 9 ملايين كتاب، وأكو مكتبة في نيويورك فيها 36 مليون كتاب. ما نسبة علمنا إلى 80,000 كتاب؟ ثم ما نسبة علمنا إلى 9 ملايين كتب؟ ثم ما نسبة علمنا إلى 36 مليون كتاب؟ ثم ما نسبة علمنا إلى الأكثر؟ لا شيء. وحتى الذي اشتغل 100 سنة بالعلم، الضروري الشيء الأول أن يربي الإنسان نفسه على العلم المستمر، حتى وأنك في الدار، وحتى وأنك في الشارع، وحتى وأنك في السيارة، وحتى وأنك تتمشى للتنزه، لازم تطالع. نوصل مطالعة تفكر، فكر في مسألة علمية، في مسألة اجتماعية، في مسألة سياسية، في مسألة اقتصادية، في مسألة أخلاقية، في سائر المسائل. أحد علمائنا وهو صاحب العروة الوثقة وتعرفونه، هذا قبل 80-70 سنة، هذا يذكرون في أحواله أنه كان يجعل لنفسه تفكيرا في مدة ذهابه إلى المرحاض، ويجعل لنفسه تفكيرا في مدة ذهابه إلى السوق ليشتري اللحم، ويجعل لنفسه تفكيرا في مدة ذهابه إلى صحن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. حتى لا تضيع هذه الفرصة. إضاعة الفرصة غصة. الإنسان إذا أضاع الفرص يسبب لنفسه الخسارة. وفي حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: انتهزوا الفرص فإنها تمر مر الصحاب. فرصة التربية العلمية. الشيء الثاني التربية التقوائية، يعني أن الإنسان يربي نفسه على التقوى من الله والخوف منه، أي نوع من التربية أيضا، تربية التقوى، يعني إنسان يخاف الله في لسانه، في عينه، في أذنه، في يده، في رجله، في جسده، في بطنه، في فكره، الإنسان يتقي الله تعالى. لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، واضح، لأن إبليس عالم كبير لكنه مو متقي. هذا الرجل الذي جاء لقتل الحسين عليه الصلاة والسلام واسمه شبث ابن ربعي، هذا من علماء الكوفة ومن تلاميذ الإمام أمير المؤمنين، لكن سوء عاقبته سبب له أن يدخل نفسه النار. تقوى. بلعم بن باعورة والذي سامعين باسمه وقصته، هذا كان من علماء بني إسرائيل. قارون كان من علماء بني إسرائيل. السامري كان من علماء بني إسرائيل، لكن كلهم ضلوا وأضلوا لأن ما أتنفعوا. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سورة الجمعة، لماذا مستحب القراءة يوم الجمعة؟
حتى تتذكر قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. حملوا التوراة عن علماء اليهود، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوها، فصار مثلهم مثل الحمار يحمل كتب. فمن الضروري أن الإنسان يربي في نفسه التقوى، يعني دائما يجب على الإنسان أن يقول: إني أتقي الله، إني أخشى الله، إني أخاف الله. في قصة قرآنية: هابيل وقابيل إخوة، أحدهما أراد قتل الآخر، قابيل على وزن قاتل، يعني كلاهما فيهم قاف حتى لا يشتبه الإنسان، هو السيء، وهابيل هو الخير. قال: لا أقتلنك. قابيل قال لهابيل: أنا أقتلك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قالت: إذا تريد تقتلني أنا ما أريد أقتلك، أنا أخاف الله. والنتيجة صارت شنو؟ يا من في ادعائك وفي المفاتيح، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل. فرقهم التقوى فقط، لا أكثر ولا أقل. وإلا كلاهما ابن آدم، كلاهما ابن حواء، كلاهما أبوهما نبي من أنبياء الله تعالى، لكن تقوى هذا عنده صار في أعلى عليين، لكن ما عنده تقوى صار في أسفل السافلين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب على الإنسان أن يربي نفسه تربية بالتقوى، يعني أنا أتقي الله، أنا أخاف الله. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن ملجم، يعني على لسانه لجام، ما يتمكن يتكلم كل شيء، كذب، غيبة، نميمة، بهتان، تهمة، فاعل، لاعن، هامز، لامز، يتفهم. أما الكافر مطلق، ماكو على لسانه لجام. المؤمن ملجم، مو في لسانه، في عينه أيضا، في أذنه أيضا، في يده، في رجله، في قلبه، ما يفكر بالباطل. إنسان يجب عليه أن يربي نفسه تربية التقوى. أنت إذا متقي مو عالم، مو مهم، تدخل الجنة. أما إذا عالم مو متقي، ما يفيدك علم، تدخل أي النار. فالمهم أننا نهتم بالعلم أولا، ونربي أنفسنا بالتقوى على طول الخط ثانيا. الشيء الثالث: أن نربي أنفسنا على الأخلاق، الأخلاق الفاضلة. النبي بعث لماذا؟ لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق مع الصديق، مع الأب، مع الأم، مع الجار، مع التلميذ، مع الأستاذ، مع الزوجة، مع الولد، مع الشريك، مع الكاسب، مع التاجر، مع العالم، فوق المنبر، تحت المنبر، يعني إذا كنت منبريا، إذا كنت إمام جماعة، تراعى الأخلاق الفاضلة وتربي نفسك على الأخلاق، أن يعني يكون لك أخلاق. أما غرور، الكبر، استعلاء النفس، الأنانية، هذه الأشياء ضد الأخلاق. وأنت تقدم نفسك فاكهة سيئة للمجتمع إذا ما عندك أخلاق. روح في المجتمع دكاكين، فاكهة أكو حسنة، فاكهة أكو سيئة، بيض أكو حسن، بيض أكو سيئة، قماش أكو حسن، قماش أكو سيئة، وعلى هذا المعتقد. هل تريد أن تقدم نفسك فاكهة حسنة؟ لأن الإنسان مؤمن النبات أيضا. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني منو؟ يعني مريم. وأنبتها نباتا حسنا، الإنسان قسم من النبات أيضا.
فتريد أن تقدم نفسك نبات سيء خنظل، أو تريد أن تقدم نفسك تفاحة حسن؟ في آية أخرى الله تعالى يقول بالنسبة إلى كل البشر، هذه الآية كانت بالنسبة إلى مريم، فتقبلها ربها أم عيسى بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. في آية أخرى الله تعالى يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا. هل تحب أن تكون نبات سيء نبات متعفن، أو تحب أن تكون نبات حسن؟ إذا تحب أن تكون نباتا حسنا يجب أن تتصف بالأخلاق. الإنسان ذو الخلق الحسن قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والإنسان ذو الخلق السيء بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب إلى النار. أيهما؟ الله هذاك النجد، تمشي في هذا النجد وفي هذا النجد. فيجب أن يكون خلقك حسنا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الضروري في هذا الباب الثالث العلم، التقوى، التربية الأخلاقية والخلقية، وهذا شيء عملي، أن نعود أنفسنا في هذا الثالث على الخشونة. الإمام أمير المؤمنين يقول في كلمة له تخففوا تلحق، أنك إذا أردت أن تكون وتسير من هنا إلى طهران شلون تتمكن تسير برجلك؟ لازم تكون مخفف. في كتاب المغني كنا نقرأ، مغني أحد الكتب الأدبية الضروري قراءته، يقول ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. يعني كان يريد سفر، شوف حتى الصحيف اللي وياه ثقيل ألقاه، حتى النعل ثقيل، حتى الأكل خبز اللي يريد هذا ثقيل، يمشي هواية ما تحمل. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. الإمام أمير المؤمنين يقول تخففوا تلحقوا. الإنسان يجب عليه أن يربي نفسه على الخشونة. ما أقول خشونة حتى تمرض، لا أبدا، وإنما لتكون عندك مسألة في بيتك مكيت أو جولية كاشان، لتكون عندك مسألة ما اللحم اللي قدموا لك هذا مطبوخ زين أو مو مطبوخ زين، لتكون عندك مسألة أن ملابسك هل هي ملابس رخيصة أو غالية. قائد ثورة العشرين الشيخ محمد تقي الشيرازي الله يرحمه، هو كان قائد الدين والدنيا، وشكل أول حكومة إسلامية في العراق قبل 60 سنة، وتمكن أن يجهز العراقيين وفي ذلك اليوم نفوسهم 3 ملايين لأن يقابلوا بريطانيا، ونفوس بريطانيا ومستعمراتها في ذلك اليوم 1500 مليون، المسلم موجود واقع. وانتزع الاستقلال من البريطانيين بالحرب والدم. كتب أكو مذكورة هذه القصص فيها، إن شاء الله تطلعوها في المستقبل وما علينا الآن. هذا الرجل يعني كان رئيس دين ورئيس دنيا في نفس الوقت، ومرجع تقليد مسلم من الجميع. هذا الرجل والذي يتمكن أن يقابل البريطانيين اللي 1500 مليون وراءهم، أحدث الطائرات، أحدث الدبابات في ذلك اليوم، وشيخ محمد تقي ما عنده أي شيء، حتى أن العرب الذين كانوا جاءوا للتظاهر والمظاهرات ضد الإنجليز كانوا في جملة أشعارهم طوبك أحسن لو مجواري، يعني هو الإنجليز عنده طوب يبلعتهم مجوار، فمجوارهم يقولون هذا أحسن من طوبك، يعني يقابلون الطوب على اصطلاحهم بالمجوار المتع بالمجوار. هذا الرجل رجل عالم يقول دخلت داره وهو رئيس أعلى، رئيس الدولة والدين والدنيا، ويحارب البريطانيين وتمكن من كسر البريطانيين. يقول رأيت قسما من ملابسه مشبوبة. التربية الخشنة معناه أنه الإنسان ما يهتم بالدنيا، بملابسه، بمأكله، بفراشه، بداره، بهالأشياء ما يهتم.
مو أنه أنا أقول تمرض، لا ما أقول هذا الشيء، لا تمرض أبدا، وإنما لتهتم بالدنيا. الدنيا لا يهتم لها، مو مهم الدنيا، وإنما المهم الدين، الهدف، التقوى، الفضيلة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يأتون شباب أو شيوخ قسم منهم يأتون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مختلف الأماكن، إذن ما عندهم مكان. وفي ذلك اليوم فقر مدقع في الجزيرة العربية ككل وفي المدينة بصورة خاصة. الرسول صنع لهؤلاء صفة في المسجد، صفة يعني شوية مكان مرتفع أرفع، صنع بالصفة أرض ما فيها فراش أبدا، ما عندهم لحفان أبدا، لحافهم السماء، وكان عددهم 400. وقسم منهم ما عنده من الملابس إلا فوطة وزرة فقط، فقط يعني عريان فقط فوطة، وينامون هناك على الأرض وتحت رحمة السماء شمسا مطرا بردا حرا. والرسول كان قرر لهم كل يوم، كما يقول الإمام الصادق في حديث صلوات الله عليه، كان قرر لهم في كل يوم 3/4 تمر فقط، هذا هو مد من التمر. وكان الرسول صباحا عصرا يمر عليهم، هذا أكلهم وهذا فراشهم وهذا غطاؤهم وهذا ملبسهم وهذا مكانهم، حتى السقف ماكو في المسجد موجود على السقف. وعددهم 400 يعني مو واحد مو 10 مو 5 مو 20. وكانوا يشربون الماء من نهر أجراه الرسول من داخل المسجد، يعني داخل مسجد الرسول. مسجد الرسول كان فرجاء موسع وحيطانه ذراع فقط، فقط حيطانه ذراع، بعد ذلك رفعوا الحائط إلى ذراعين هذا، وهذا الحائط لأجل أن لا يدخل الحيوان في داخل المسجد. وأجرى في داخل النهر، في داخل المسجد نهر من وادي مهزور، وادي كان هناك، وادي يعني أبرود يعني محل الماء، كان يجري النهر في داخل المسجد، فيجري النهر، الناس يتوضون في هذا النهر من داخل المسجد، وهذول يشربون ماء من هنا، والماء مج، لأن مو ماء مصفى ولا ماء عاد، مياه مدينة إلى اليوم مج، يعني فيه شيء من الملوحة. هذا ماءهم، هذا أكلهم. أنه النبي ذات يوم مر عليهم قال لأحدهم يا رسول الله لقد أحرقنا من التمر، نأكل تمر يومية أحرق بطوننا التمر. الرسول قال سيأتي زمان تقبل الدنيا عليكم، لأنهم متأذين. قال يا رسول الله وشوقه إلى ذلك الزمان. الرسول قال لهم لا، يومكم هذا خير من ذلك الزمان، هذا اليوم أحسن، هذا اليوم يربي مجاهدين، هذا اليوم يربي الكفاءات، هذا اليوم يربي الشخصيات. بالفعل صاروا كلهم شخصيات، كلهم صاروا أمراء، كلهم صاروا وزراء، كلهم صاروا ملوك، كلهم صاروا رواة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذول مو بس هنا، كل شيء عملوا، هذول قضاة، هذول صاروا فقهاء، هؤلاء صاروا قراء القرآن، هؤلاء صاروا بعثات الرسول إلى القبائل، بعثات الرسول إلى الملوك، هؤلاء صاروا جنود، جيوش، جيش المسلمين كان قسم منهم هؤلاء، صاروا قواد. الرسول إذا عنده مطلب يريد إبلاغه للناس هذول يوديهم حتى يصيحون في الناس أن فلان أمر نازل، أن فلان أمر جاي، أن فلان آية نزلت. لماذا تمكنوا من هذا الشيء؟ لأنهم كانوا أصحاب الصف، لأنهم ربوا أنفسهم على الخشونة، تربوا على الخشونة. الإنسان يجب عليه أن يربي نفسه على الخشونة. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول فإن الشجرة البرية أصلب عودا، الشجرة التي تنبت في الصحراء عودها أصلب، وأحسن وقودا وأبطأ خمودا، وقود أحسن، انخماد النار فيه أبطأ، فإن الشجرة الضعيفة النابتة في الحديقة ما به فوز. تربية على الخشونة،
عدم الاهتمام بالدنيا، عدم الاهتمام بالمأكل والملبس والمشرب والمسكن والمركب، عدم الاهتمام، لأن هذا من رموز النجاح. أكو حديث قدسي في منية المريد عن الله تعالى، حديث قدسي: إني جعلت العلم في الجوع والغربة، والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلا يجدون. أنت راجع كل علمائنا من ألف سنة إلى الآن، كلهم في الجوع والغربة ترى، حتى صاروا مراجع. الشيخ المفيد قبل ألف سنة هذا كان من أهل تل أكبر، تل أكبر كانت قرية، جاء إلى بغداد لطلب العلم، بذلك اليوم بغداد مركز العلم. فصار عالم محمد بن الحسن الطوسي، الشيخ الطوسي، هذا كان من أهل طوس خراسان، جاء إلى بغداد لطلب العلم صار عالم. صدوق ابن بابويه، هذا كان من أهل الري، جاء إلى قوم صار عالم. وعلى هالمعاصر كل علماء، يعني أنت إذا أحصيت كل العلماء الذين أساميهم في الكتب موجودة وإلى اليوم. الآن شوف نفس علماءكم، أحدهم مو منكم، إما من فلان بلد أو من فلان بلد أو من فلان بلد أو من فلان بلد. في النجف هالشكل كان، السيد أبو الحسن الإصفهاني كان في النجف مرجع، الشيخ مرزا حسين النائمي من نائم، الشيخ ضياء الدين العراقي، السيد عبد الهادي الشيرازي. التربية على الخشونة، التربية مو على الترف، وإنما التربية على الخشونة. هذا شيء صعب لصف، لكن الشيء الصعب ينتهي بالنتيجة إلى الإنسان القوي المحنث المفكر المدبر المتقدم، ينتهي. حفت الجنة بالمكاره، مو جنة الآخرة، حتى جنة الدنيا. وحفت النار بالشهوات، حتى نار الدنيا. هذا ثلاث أشياء إن شاء الله تسمون بها: تربية، تربية العلمية، تربية التقوى، تربية الأخلاق. الخشونة كان أيضا من جملة الأخلاق، من أخلاق الإنسان. هكذا ثلاث أشياء أكو تدل إنتاج. أحد الإنتاجات القلم، ربوا أقلامكم، قووا أقلامكم حتى تؤلفكم. إذا دخلت إلى إحدى المكتبات في قوم رأيت 80,000 كتاب. هؤلاء من؟ هؤلاء كانوا مؤلفين، قووا أقلامهم، تمكنوا من التأليف، وبعض الكتب موجود منذ 1000 سنة، منذ 800 سنة، منذ 700 سنة، منذ 600 سنة. وعلى هذا المعنى أقلام، قوة أقلامك حتى تختم به الإسلام والمسلمين. مو التبجع، والإنسان قابل، إنسان مثل شمع عسل، شمع عسل ربعه يصير مربع، دوره يصير مدور، طوله يصير مطول. الإنسان يربي نفسه على ما يريد. هو أقلامكم حتى تكونوا أصحاب أقلام. 6 أشهر هواي وقت، يعني هسه 6 أشهر اللي قلنا، لأن يربي الإنسان قلمه، يقوي قلمه، يكتب، يعلق. أنتم بإمكانكم لعلكم مثلا بنفرض 50 واحد، كل واحد منكم بإمكان 300 كتاب يعلق، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، كل واحد منكم بإمكان 300 كتاب، كل كتاب 100,000، يصير 30 مليون. 50 واحد هناك قاعدين، 1500 مليون كتاب أنتم في إمكانكم، 1500 مليون. يعني كل مسلم في العالم من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير تتمكنوا تعطوه كتاب بنفسه. لكن هذا متوقف على أنه، متوقف على أنكم تعرفون قدركم، تعرفون أن بإمكانكم أن تعملوا، أن تتقدموا. قووا أقلامكم، شيء مهم. قووا خطابتكم، الخطاب مو تلقائي. أحد الخطباء قال لي قبل مدة، كنت سمعت أحد الخطباء البارزين، ما أريد أجيب أساميهم،
أنه كل منبر يقال أثمن ساعات حوله. نقلت هذا الشيء لخطيب، كل منبر 10 ساعات يعني 100 ساعة يقال. هو منابركم منابر جميلة، منابر جديدة، منابر تعطون أشياء جديدة للناس وأشياء مكررة. نفسك أنت إذا قرأت جريدة مال بارس اليوم جابوك نفس الجريدة تقرأها وهذا عتيقة يوم جيت منبر نفس الشيء. إذا أنه حولت منبرا، أنا عندي فرد خطيب هم مالي أجد اسمه توفي الله يرحمه، هذا 30 سنة كل ليلة جمعة كان يقرأ وراء الإذاعة، و30 سنة شهر رمضان كان يقرأ وراء الإذاعة، و30 سنة ليالي الوفيات وليالي الأعياد كان يقرأ وراء الإذاعة، و30 سنة شهر محرم 10 محرم يقرأ وراء الإذاعة، ومع ذلك منبر من لا يشبه منبر آخر، كل منابر تختلف. 30 سنة مو شيء صغير، لأنه كان يربي نفسه على العلم وعلى الإلقاء، إلقاء جميل، إلقاء ممتاز، إلقاء جذاب. الناس هم لا أقرباء إلك ولا أقرباء لفلان منبري ولا أقرباء لفلان منبري. منبرك جميل يلتقون حول، منبرك مو جميل يلتقون. أنتم من الناس يخلون اللوم على الناس، لا أبدا، الناس طالبين للشيء الحسن. علي بن أبي طالب حسن الآن 1400 سنة الناس ملتفتين، معاوية سيء الآن 1400 سنة الناس منفضين، موسى حسن 4000 سنة الناس ملتفتين، فرعون سيء 4000 سنة الناس يلعن. مع العلم أننا لا أقرباء موسى ولا أقرباء فرعون. المهم أن تقوي، قلنا 3 أشياء الأول و3 الأشياء الأخيرة، القلم من الأشياء الأخيرة، ومن الأشياء الأخيرة العملية أيضا البيان. البيان كلش مهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قلم وبيان، علم البيان، بيان أو بيان. مو أنه فرد تلقائيا تفعل فوق المنبر. أحد الخطباء أكو قرأت أحواله في التاريخ، هذا حتى يمد نفسه، يعني الخطيب يحتاج إلى إمداد نفس، هذا كان يركض إلى الجبال حتى يصير عنده نفس كبير، وحتى يجمل صوت يجمل الإلقاء كان يخلي في فمه حصات، وفي سبيل أنه يرى نفسه كيف كان يقف أمام المرآة، شلون أنا أخطب، حركات وجهي، حركات يدي، حركات رجلي، حركات لساني. أنا الخطب مسجل لم أكن موجودا ذات الوقت، ما كان موجود، فكان أيضا يستمع إلى مسجلته حتى شلون قرأ، جميل قرأ، سيء قرأ. كما أنك إذا ذهبت إلى السوق تريد شيئا حسنا، الناس هم يريدون منك إنسانا حسنا، فإن كنت إنسانا حسنا الناس التفوا حولك وأثرت كلماتك فيهم، وإذا لم تكن إنسانا حسنا والعياذ بالله الناس انفضوا من حولك فأكثر ولا أقل. والله في القرآن يقول للنبي هذا الموضوع، فبما رحمة من الله لنت لهم، انصرف لين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الشيء الثاني في الساعة الثانية من مطالب الأمور العملية، القلم والبيان. والشيء الثالث أن تكون مؤسسا. الآن تدخل في قم شوف عشرات المدارس، عشرات المساجد، عشرات المكتبات، عشرات المؤسسات، من عمل هذه؟ إذا دخلت في طهران تجد أكثر من 5000 مسجد،
إذا دخلت القاهرة تجد أكثر من 25,000 بس في القاهرة، المدارس، المساجد، المكتبات، المؤسسات، المستشفيات، من صنعها؟ ما صنعها الدول، وإنما صنعها الأفراد على الأغلب. نعم دول أحيانا تصنع، لكن على الأغلب صنعوا المؤسسات. مؤسسات منذ القديم، منذ 1000 سنة، منذ 500 سنة، منذ 700 سنة، أقل أكثر. أنت أيضا مثل ذلك الإنسان، ذلك الإنسان ما كان له لا طول أطول منك، ولا عرض أعرض منك، ولا فهم أفهم منك، وإنما إنسان أقدم. مدرسة، مؤسسة، مسجد، فيجب على الإنسان أن يهتم لأن يزيد في المؤسسات الإسلامية بقدره. واحد عنده قدر كبير، واحد عنده قدر صغير. السيد البروجردي الله يرحمه صاحب هذا المسجد، مسجد الأعظم، هو في طهران وحدها أسس 400 مسجد في طهران وحدها. أكو عندنا عالم آخر أيضا لم يأسس ولا مسجد، وكلاهما بشر. المهم أنك تتمكن أن تتقدم إلى المؤسسات، والمؤسسات مشكلتها تحتاج إلى إدارة. هذا الشيء الذي نحن نحتاج إليها 100%، كيفية الإدارة، يعني كيف تدير حتى تتمكن من المؤسسات. إذا لم تكن مديرا، إذا لم تكن مدبرا، إذا لم تكن مفكرا، لا تتمكن. لازم دائما إنسان يكون له حالة إدارية، الحالة الإدارية. قسم من الناس شايفيهم يتكلكم حتى عائلته ما يتمكن يدير، وقسم من الناس يتمكن يدير بلد، كلاهما أيضا نفس، كلاهما الله تعالى خلقهما بصورة واحدة، لكن ذلك الإنسان الذي هو مدير فكر عمل دار أدار توكل من الاتحاد، ذلك الإنسان ما عنده خلق. حالة الإدارة، إنسان لازم عنده حالة إدارية. أنا ما تحملت، أنا أعصابي ما تتحمل، أنا كذا، معناها أنت مثلي. أما أنا أتحمل، أنا إنسان محب الخير، محب الصلاة، أتمكن من التقدم، أتمكن من العمل، أتمكن من إدارة الناس، أبقى على سوء أخلاق الناس تتقن. الإدارة. الإخوان كانوا قسم منهم رايحين إلى حسينيات في أصفهان، في قزوين، في طهران، في أماكن أخرى. حسنا، هل نحن فقط هذا تكليفنا؟ نأتي إلى الأمر السابع. قلنا 3 أشياء تربية، 3 أشياء عمل، 3 أشياء التربية العلم، التقوى، الأخلاق، ومن جملتها الخشونة، تربية الخشنة لذات الإنسان، 3 أشياء العمل، القلم، البيان، الإدارة، تأسيس، هذه 6 أشياء. نأتي إلى الشيء السابع والذي قلنا إنه الهدف لكل هذه الأشياء 6. الإخوان راحوا إلى أصفهان، راحوا إلى طهران، راحوا إلى شيراز، راحوا إلى خراسان. هل هذا هو التكليف؟ القرآن يجيب يقول لا، هذا مو التكليف، مو كل التكليف. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لازم يأتي يوم، وهذا منوط بهمة الطلبة وهمتكم كشيء من الطلبة، كجزء من الطلبة، أن واحد لما رجع، أين كنت؟ أنا شفت أنا قسم من الأصدقاء، أين كنت؟ كنت في أسبانيا، أين كنت؟ كنت في لندن، أين كنت؟ كنت في نيويورك، أين كنت؟ كنت في نيجيريا، أين كنت؟ كنت في الهند. لازم التبليغ هكذا، مو أنه في منطقة خاصة. يعني نحن أخذنا الشمس ورممناها في دارنا، هل هذا صحيح؟ الشمس يجب أن تعطي النور لكل العالم، خلاف الموازين أن تأخذ الشمس في دارك أنت أو في بلدك أنت. النبي شمس، القرآن شمس، الحسين شمس،
علي شمس، فاطمة شمس، الحسن شمس، بقية الأئمة الطاهرين شموس صلوات الله عليهم أجمعين. هل من الصحيح أن نحصرها في مكان؟ وقع ضعف همتي، وإلا لازم في اليوم نجتمع بالإخوة نقول أين كنتم؟ تقولون في 50 دولة. حسنا، ماذا كان هنا؟ أسسنا حسينية هنا، أسسنا مدرسة هنا، أسسنا مكتب هنا، على يدنا أسلم ناس. الأناس الذين أسلموا الناس على أيديهم من كانوا؟ ما كانت الدول تجبر الناس على الإسلام، وإنما العلماء كانوا. العلماء هم الذين سببوا إسلام الناس ودخولهم في الإسلام. ولعل كثير منكم قرأت هذا الكتاب الصغير مالي كيف انتشر الإسلام، وأنه رأيتم كيف العلماء هم الذين نشروا الإسلام في العالم وذهبوا. الآن في الفلبين أكو 12 مليون مسلم. الآن الفلبين 48 مليون نفوس، 3/4 منها مسيحيين وثنيين، مسيحيين ووثنيين، ربع منها مسلمون. حركة مورو هذا المعروف، حركة فلبين في العالم 12 مليون. تعلم من صنع هؤلاء 12 مليون؟ واحد فقط اسمه شيخ عبد الله، الذي أدخل الإسلام في فلبين هو رجل اسمه الشيخ عبد الله. هذا كان ساكن مكة. في يوم ما فكر في أنه أنا في مكة شو أسوي؟ كان من طلاب العلوم الدينية في مكة ذلك اليوم قبل قرنين من الزمن. قال أذهب إلى بلاد الله وأبلغ رسالات الله. في قصة طويلة ما علي بالقصة الآن، وقصة ممتعة أيضا، نقلت قسما من القصة في هذا الكتاب. ذهب إلى فلبين، تحمل المشاق، جزر ما يعرف لغتهم، وثنيين وسخين ما عندهم مأكل، مو مربوطين به. بقي هنا وتزوج هنا وأدخل في الإسلام أفراد، وبعد ذلك مات، وهؤلاء الآن 12 مليون ببركته. لم هكذا انتشرت الآن. فنحن يجب علينا أن يكون لنا هدف كبير وهدف صغير. ذهبنا إلى فلان مكان وأربع شباب تكلمنا معه وما أشبه، هذا هدف صغير لا يليق بالإنسان. هذا الهدف الذي يفهم، إذا ما يفهم. الإمام أمير المؤمنين يقول: المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحه. شوف الطائر شو ذنبه هذا الجناح، عندك ثم رفيعته ما عندك ثم رفيعه. فإذا الهدف يجب أن يكون تبليغ رسالات الله لكل العالم وإقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم. يجب أن يكون هدفنا، يعني يجب كل هالحواجز الاستعمارية بين البلاد الإسلامية نلقيها، وكل القوانين نجعلها إسلامية. هل نتمكن من ذلك؟ الجواب نعم نتمكن. الله وعدنا النصر، والله أصدق القائلين. وفي القرآن الحكيم: ولن يخلف الله وعده، في آية أخرى: ومن أصدق من الله قيلا. الله صادق في كلامه، مخلص. فنتمكن إذا كانت أهدافنا رفيعة. هذا هو الأمر السابق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، القادة إلى سبيلك، ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.